نتكلم فيها مع روانا. اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ تفضلي. اهلا وسهلا دكتوره، يسعد صباحك. كان مهند عم بيقول انه بيخلون يفرشوا اسنانهم ليشوفوا اذا بيطلع دم او لا، هل الدم هو علامه انه نحن عندنا التهابات او هي بدايه يمكن علامات الالتهاب؟ اول شيء صباح الخير. صباح النور. الموضوع جدا شيق اليوم، عم نحكي على صحه اللثه. كنا نحكي قبل على التسوسات والهوليوود سمايل، ومهم جدا نحن صحه اللثه. هلا صح زي ما قلتي انه من احد علامات التهاب اللثه هو نزول الدم، بس نحن ما بدنا نوصل لهالمرحله. نحن لازم نوعي الاشخاص والاطفال والاباء انه ما لازم يكون في دم عم بنزل. هلا التهابات اللثه بتصير في اسباب متنوعه لها، بس خليني احكي لكم شو هي اللثه. يعني في ناس ما بتعرف شو هي اللثه، بتفكر انه اللثه انه هي عباره عن نسيج احمر او لحم حوالين الاسنان. اللثه هو نسيج حيوي بيولوجي محيط بالاسنان. في عندنا نوعين من اللثه محيطه على الاسنان، على عنق الاسنان، بتبين كانها برعم للورده. لو اخذنا هذا السن، السن في عندنا بيكون لثه ماسكه حواليه، بنسميها فريجنجيفا. وفي عندنا نوع ثاني اللي هو الاتاشت، يعني عندنا واحده غير ملتصقه وواحده ملتصقه في الاسنان والعظم اللي ماسك بالعظم الفك. فاللي مفتوحه اللثه، الطرف اللثه المفتوح هو 2 ل 3 ملي. هذا الطرف المفتوح اللي هو عباره عن جيب طبيعي، هذا الجيب اذا ما نظفنا اسناننا بيمتلي ببقايا الاكل، بصير عندنا شو، بصير عندنا البلاج والجير. كونا على فترة طويلة بتصير يتفاعل مع البكتيريا الموجودة في لعاب الفم، وبتصير البكتيريا تطلع توكسينز أو سموم. هاي السموم شو بتعمل؟ يا بتنخب بمينا السن بتعمل تسوس، أو بتصير تفرز سموم تفكك اللثة، وبصير بالتالي الجيب أعمق وأعمق وأعمق. كل ما كبر الجيب عنا من مثلا صار أكثر من 4-5 ملي، كل ما صار في عنا الفتحة أكبر، صار في عنا أكل أكثر، صار في عنا ريحة، التهابات، نزيف دم، وحتى آخر شيء ممكن نوصل لمرحلة إنه يتخلخل السن ويوقع من مكانه. هاي very simple كيف طريقة اللثة كيف بتصير. فلذلك التفريش اليومي على القليل مرتين في اليوم جدا مهم، عبارة عن مساج طبيعي. بنعمل بنجيب الفرشة 45 درجة لحتى نمشط هالمكان، الجيب ننظفه ونخليه فاضي، لأنه هذا الجيب أصلا بفرز مواد انتي بكتيريال من الجهاز المناعة تبعنا لحتى يطرد البكتيريا وبقايا. يعني هو حتى بيساعدنا في حماية الأسنان بس ما نتقل عليه. فلذلك نحن هون فكرة الأهمية تنظيف الأسنان ومعالجة إذا كان في عنا نحن أشياء بالفم مريضة، حشوات غلط، تركيبات غلط، فقدان الأسنان. يعني نحاول إنه نحن نهيئ المكان المناسب لحتى اللثة تعمل دورها الأساسي بحماية الأسنان. طيب دكتورة رونا، هلا يمكن كل الناس تعرف انه التفريش لحاله مو كافي، والناس لازم تلجأ للفلوسينج لحتى تتخلص من بقايا الطعام الموجوده بين الاسنان واللي بالتالي بتصيب اللثه. الا انه مثلا هلا مع التطور ووجود الفينير واللومينير وكل هاي الاشياء، صار الفلوسينج اصعب شوي من الاسنان الطبيعيه، وممكن حركه عنيفه منك مش تكسر السن، كمان تجرح اللثه نفسها. يمكن كثير بتصير معنا ما قادرين نتحكم بقوه الضغط لحتى ندخل الفلوسينج، وممكن نتسبب بجروح في اللثه. كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ وهل اذا جرحت اللثه بتكون مو سليمه؟ اول شيء لازم نحط ببالنا لما نعمل تركيبات فينيرز، عم نحكي عن فينيرز قشور خزفيه، لازم الكونتاكت يكون مفتوح، يعني الفاصل بين السنين يكون سهل على المريض يستخدم الفلوس. اذا كان اي واحد عنده مشكله بانه الالتصاق بين السنين مش قادر يستخدم الخيط، لازم يرجع للطبيب المعالج لحتى يفتح له اياه بطريقه سهله عليه انه ينظف. هلا في عندنا خيوط بتساعدنا، يعني في عندنا اكسترا فاين، في عندنا اللي بيكون الخيط المشمع بيدخل بسهوله، وفي عندنا اجهزه خاصه للدخل بين الاسنان. اذا نحن فرضا جرحنا اللثه بطريقه يعني مثلا انه ممكن انها كانت صحتنا كويسه واللثه عندنا كويسه بتطيب، ولكن اذا استمرينا بجرح اللثه وما عم بتطيب معنا، خصوصا اذا عندنا نحن امراض عضويه، مثلا فرضا مريض السكري، مريض اللي عنده التهابات في الكبد، مثلا كمان فتره الحمل عند المراه بالهرمونات بتزيد، يعني حتى استخدام الخيط لها بيكون كمان في نزيف زايد. بس كل اجراء او كل وضع صحي للمريض في له ترتيب معين بارشادات خاصه من الطبيب المعالج. رونا، كمان شايفين على الشاشه عندنا صور بتشرح اعتقد التهاب اللثه، او انت هتكوني اشطر مني في الموضوع، كلمينا عن الصور الموجوده معانا.
هلا انا حبيت سؤالك عن الفينيرز. انا اليوم هلا نحن اكيد اللثه يعني في ما شاء الله الجمهور عندنا مثقف وعارف اللثه. انا حابه احكي عن بينك استاتيك، حابه احكي عن هل في شيء اسمه تجميل اللثه او تعويضات اللثه. بنلاحظ مثلا هون على الصوره في عندنا مريض بنلاحظ انه المستوى اللثه مش متناسق مع مستوى اسنانه، وممكن هاي الصوره نشوفها بحياتنا اليوميه بعد المرضى عندهم بيعانوا هذا الشيء. او مثلا ممكن نشوف انه في عندنا الزرعه الظل الزرع مبين، فهل هذا فيه علاجات؟ هاي الأوضاع لها علاجات خاصة بسميها تعويضات اللثة بطريقة معينة مع طبيب المختص باللثة. يعني اللثة مثل ما نحن في عنا تجميل هوليوود سمايل لأسناننا ونعملها بيضة، في عنا تجميل للثة. فحنحكي إن شاء الله بسياق الحديث شو طرق التجميل اللثة. طب كلمينا عن جد احكينا هلا، لانه يمكن بيستغرب البعض منها، بقول هل ممكن يقصوا اللثة من مكان مخفي ويحطوه بمكان ظاهر؟ هلا نحن تعويضات اللثه في عندنا كثير اشياء ممكن نشتغل فيها باللثه. فينا نسمك اللثه نكثف سماكتها، فينا ننقل زي ما حكيتي جزء من اللثه من سقف الحلق ننقلها زراعه مكان ثاني، فينا كمان حتى اذا في عندنا نقص بسماكه اللثه او نسيج اللثه نزرع غشاء صناعي، بس غشاء بتقبله جسم الانسان طبعا ابروف من الاف دي اي ومن وزاره الصحه، بنزرع بالمكان لحتى يكثف اللثه. فممكن نشوف نحن اذا بال طيب دكتوره بالصور لو بس كمان تشاركينا التعليق على الصوره لانه ما بعرف اذا واضحه بالنسبه لك. هلا نحن هون بالصوره اذا بنلاحظ بالصوره اللي بالنص بنلاقي انه في عندنا اذا بتشوفوا المثلث الاسود. هذا المثلث الاسود بنسميه بلاك تراينجل. هذا البلاك تراينجل اكيد انتم بالمجتمع بتشوفوا ناس كثير عندهم شيء هيك اسود، هل فينا نعالجه؟ الجواب نعم فينا نعالجه. اذا دخلنا على الصوره اللي بعدها منعالجه من خلال الجراحات، لانه المصطلحات اللي حضرتك انت عم تذكريها اللي هو نشيل من سقف الحلق ونزرع هي سمبل. هلا هي جراحه عمليه كامله؟ هي لا عمليه صغيره جدا 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 صغيره ما بتحسي فيها وحلوه ونتيجه كويسه. هون بنلاحظ هذا المريض نفسه عملنا له اشعه، شفنا انه بالاشعه بين عنا انه نحن لانه عنده هالظل المظلم ولانه اللثه عنده مريضه عنده فقد في العظم، يعني هي اللثه بنلاحظ انه تحتها في خبايا، فطلع عنده انه في عنده مشكله في العظم لما فتحناه. فبعدين دخلنا جراحيا انه فتحنا المكان نظفنا المكان عالجناه، بنسميها تجريف جراحي، يعني بنفتح المكان اللي فيه مرض اكيد بيكون لانه سبب عندنا فقد ذوبان العظم. هون بنلاحظ بهاي التشارت انه نحن عملنا مثل فحص، يعني نحن كيف عندنا تشارت للاسنان بالملف الصحي للاسنان في عندنا تشارت للثه، هذا يمكن جديد ما بتعرفوا عنه. طبيب الاسنان المفروض يكون في عنده بريدنتال بروب بتقيس الاسطح الاربعه تبعت الاسنان وبتحط علامه للمريض انه وين في عنده مرض. مثلا بنلاحظ هون فوق وفي عندنا هون كمان فوق بهذا السن واللي تحت هون بهذا السن، معناها انه اذا كانت العلامه واطيه جدا معناها انه هذا السن مهدد بالفقدان، فبنحط له برنامج مراجعات كل شهرين يجي يراجع معنا شو صار معك او كيف تطورت الحاله. بس عشان يهتم باللثه فقط، يعني في فحص اللثه وفحص الاسنان ده بالضبط وينحطوا بالملف المريض وبتابع معاه، يعني هاي بتصير ريفرنس بهاي الحاله زي ما حكيتي حضرتك. نحن فتحنا اللثه هون عملنا تنظيف تجريف، رجعنا اخر شيء من بعد ما نظفنا وعقمنا المكان بالمعقمات، حطينا غشاء صناعي وربطناه وحطينا بعدين خيطناه في المكان. هلا هاي العمليه سهله وبسيطه بس بدها نظافه الجرح، ما بدها شيء ابدا. مؤلمة يعني على الطبيب يعني حتى هي مؤلمه بلحظه، يعني هي على فكره هاي اقل الم من الخلق والله اقل الم من الخلق. واذا اهتم فيها ونظف اسنانه مزبوط بكثير بيستفيد وبيصير في كثافه باللثه. كمان اللثه موضوع لها مهم من ناحيه خلع الاسنان، يعني كم مره انتم سمعتوا واحد خلع اسنانه والدكتور مثلا وضل ينزف او مكان الفراغ اللي يقول لك الاسكرين ها يقول لك الاسكرين بروح لك الجرح هذا كله. بس مثلا بنترك المكان مفتوح بيجي بعدين بعد اسبوع بتلاقيه مثلا بعده مكان الهاي ما التئم او صار عنده التهابات، او اذا كان مريض سموكر مدخن رح بعد 3 ايام بتلاقيه التهب عنده المكان. فكتير مهم عندنا نحن كمان انه كاطباء انه نحن نسكر ونحاول انه نخيط المكان بطريقه صحيحه. اذا بنلاقي بالسلايد الثانيه خيطناه بطريقه صحيحه لنجهز المكان للزراعه. في نقطه كتير مهمه، المرضى اللي بدهم يبلشوا بالزراعه لازم تكون لثتهم كتير صحيه، اذا لثه مش صحيه ما بنقدر نعمل اي زراعه.
يمكن يعني هذه بالصورة واضحة يمكن الخياطة الخياطة ونحن سكرنا المكان عشان نأهل المكان للزراعة. يعني ممكن يجينا مريض عنده كل أسنانه موجودة ولسته جدا جدا ملتهبة ما رح نعمل له زراعة، ويمكن يجيني مريض ما عنده ولا سن ولسته جدا نظيفة وأتشجع أعمل له زراعة ويكون نسبة النجاح جدا عالية. ليش؟ لأنه اللثة هي فيها الأوعية الدموية اللي بتغذي المكان الزرعة بتقويها بتثبتها وبتنجح معنا مع مدى العمر. طب شو المأكولات يمكن اللي بتأثر على سلامة اللثة أو المشروبات؟ أكيد التدخين هو أكبر عامل لمرض أو التهاب اللثة، إلا أنه مثلا ممكن في عادات خاطئة أو أكلات خاطئة إحنا بنتعرض لها بشكل يومي من دون ما نعرف أنه هي ممكن تسبب مشاكل باللثة. هلا هو مثل ما ذكرتي حضرتك التدخين، الكحول، التهاب اللثة، عندنا كمان الأشياء الغير صحية مثلا الصودا درينكس اللي هي المشروبات الغازية، السكريات. هي أهم شيء اللثة بتتضايق أكثر شيء من وجود البلاك، فأي شيء بيعمل لك وجود بلاك أو وجود بقايا هاي اللزجة اللي بتكون على الأسنان أسطح الأسنان من الشوكولات من الشيبس من أشياء الكربوهيدرات هذه يعني بتزعج اللثة. اللثة بتحب الخضار، الفواكه، الفيتامينز، كل ما كان في عندك انت مثلا حتى المسواك كثير مفيد للثة، بيساعدها انها تفرز انزيمات خاصة سبحان الله، يعني مساج طبيعي للثة بيكون. فكل الاشياء الغذائية اللي بتقوي نسبة الكولاجين والإلاستين والفايبرين باللثة هاي نحن بدنا اياها. طبعا يعني نحن بنعرف البروتينز، الخضار، الفواكه هن نمبر 1 غذاء كويس للثة. كمان بشوف انه اذا ما تمش تنظيف اللثة والعناية بها بعد اي نوع من الاكل هيبقى برضه مضر ليها دكتورة، بس لسه حالها حال كل الاشياء الاخرى في تطور مستمر. شفنا مؤخرا توريد اللثة بالليزر، حابة حضرتك تكلمينا عن الموضوع. توريد اللثة بالليزر هو بنعمل لإزالة الغدد الميلانين بيجمنتيشن. في عنا أنواع مختلفة من العلاجات، ممكن المريض أصلاً بيكون هو عنده وراثياً جينات وراثية بتفرز الميلانين فصار في عنده تصبغ، أو ممكن يكون في عنده تصبغ مع العمر صار بسبب التدخين. فالليزر بيشيل هاي الطبقة الغامقة من اللثة وبيحفز على إفراز الميلانين أو الخلايا الوردية عن طريق الشفاء. وسهل، هو مش مؤلم دكتورة؟ هو مش مؤلم، يعني بفضل وجود كمان الليزر الخاص لهاي العلاج اسمه ليزر مائي، بحيث انك انت تشيلي هاي الطبقة ويكون في تروية ما يصير في حرق، لأن اللثة جدا نسيج رقيق ما فيك تستخدمي يعني هاي. فالووتر ليز بيساعد انه يصير في تقشير وتروي للثة وإعادة إنتاجية خلايا جديدة. طيب دكتورة لو بنرجع شوي على الصور اللي شايفينه كأنه معدن، هون نحن حاطين هلا هي الصورة. هون عندنا بلشنا نحن بالزراعة. الزراعة لما تبلشي انت بالزراعة اهم شيء لحتى تثبت الزرعة والغطاء زرع يكون مزبوط لازم يكون اللثة اللي حواليها النسيج كثيف وسميك ومغطي حواليها. فهون بهمنا اهمية اللثة، يعني اذا كان عندنا المراجع في عنده لثة رقيقة او لثة مريضة الفكرة انه نحن ما حنقدر نعمل زراعة. بتعوض النسيج بالمعدن ولا بانسجة بتنزل؟ لا، هذا النسيج فقط لحتى يغطي اللثة لحتى يغطي الزرعة. اوكي، ولكن نسيج اللثة قلت لك بالصورة اللي قبل اذا شفتيها لما خلعنا وكثفنا النسيج استفدنا منه بالمرحلة الثانية. فهاي الفكرة انه نحن الرسالة اللي عم نوضحها للي عم بيشاهدونا انه اللي بيحب يبلش بالزراعة لازم يهتم اول شيء بلثته، تكون لثته صحية وكثيفة ممكن انه تنجح مع الدكتور. على شيء مؤلم ولا لا الواحد بيدخل حديد او يدخل مثل بسمار على اللحم هو نفسه؟ لا لا، هي هاي هذا المسمار موجود بالزرعه، وهون كيف انه عندنا اللثه عندنا كثيفه، وبسبب اللثه الكثيفه قدرنا نحط تلبيسه كبيره ما شاء الله. شوف استفاده كيف استفاد المريض. فالفكره هي عباره عن سلسله حلقه متواصله مع بعض، اذا كانت بدايتها هي اللثه الصحيه. وعلى فكره علاج اللثه يعني غير مكلف، بسيط، بس عنايه متابعه ما بدها شيء. يعني زين دكتوره احنا دائما بتحكي مشاكل مثلا عن اختار نوع من الفرشاه معين يكون سوفت او يكون هارد تلقى على طول يطلع دم، هالشيء بعد ياثر على التهاب اللثه نفسها او يساعد على انها تلتهب للاوقات الثانيه؟ هلا نحن صراحه ما الهارد ما بنستخدمه، بنستخدم عندنا من السوفت للميديوم، من السوفت للميديوم. الاكس مثلا السوفت بتكون للناس اللي عندهم لثتهم رقيقه او دائما بتصير الا درب بتنزف، عاده هاي بيكون الكبار في السن او مثلا النساء الحوامل اللي مثل حضراتكم. يعني الميديوم ناخذها من درجه 45 درجه من نشط اللثه بنطلع الافرازات الموجوده ويمين ويسار وبنعمل الفلوسنج، بنحاول نخلي التفريش 3 دقائق
اوكي. وفي عندنا كمان ممكن نضيف انه ننظف اللسان، لانه اللسان ممكن يكون فيه كمان بقايا اكل موجوده بتعمل غازات مع اللثه بتنتقل من مكان لمكان. ودائما انه اللي هو اذا ما بنقدر نعمل تنظيف صحيح، او يفضل انه كل 6 شهور يكون في مراجعه مع الطبيب، زي ما حكينا انه يكون في عندنا تشارت موجوده بحيث انه المراجع يكون عارف انه كيف تقدمه مع العمر، كيف عم بيصير عنده لسته، ويكون فاهم. كثير مهمة التثقيف الصحي، يعني نحن هلأ معنا مع أخصائي اللثة بيقعد جزء من المعالجة تقريباً 10 دقايق ل15 منت لحتى يشرح للمريض شو الأهمية وكيف نحن نهتم فيها وإزاي بتأثر عليه وعلى صحته كمان في المستقبل. بالزبط. وهو كمان يوصل المعلومات دي حتى الأبناء. ودكتورة من شوية كنا بنتكلم على قصة أنه الوعي عند الأم حتى أن هي تعرف طفلها أو ابنها أنه إزاي يهتم بأسنانه. دكتورة رونا حضرتك نورتينا النهاردة وشرفتينا. شكرا. وشكراً معلوماتك القيمة، وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى في المستقبل. بس نطلع بريك وبنرجع تاني. شكراً.